سعيد هو المخاطب للإعلام. هذا شرف باش نحضر في هذا الحفل المميز، حفل التخرج ديال دفعة جديدة ديال مدرسة جون جوراس للدروا ديال الناس ديال البكالوريا، وهذه الدفعة غتعطاها اسم ديال واسمي، وهذا شرف لي كبير والحمد لله. والهدف من هذا هو اننا ان شاء الله نعطي واحد الشحنه لهاد الشباب اللي عاد مقبلين على مستقبل جديد ومقبلين على انه ما بعد البكالوريا، ويشوفوا اننا نموذج واحد من مدينه صغيره من فقير بن صالح وقرا في فرنسا وخرف المدرسه العموميه ومشى لكندا ومشى لامريكا ودابا خدام في مؤسسه دوليه. فالحمد لله نتمنى الله بالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى ان هاد الشباب توما ان شاء الله يوفقهم الله سبحانه وتعالى، وان توما يمشوا بعيد ويعطوا شحنه، لان المغرب كله محتاج بهذا الشيء، وخصوصا هذا التعليم اللي مزدوج مع التربيه مع الرياضه. فهذا الحمد لله فكره جيده تحت الرؤيه ديال صاحب الجلاله، ان الرياضه والتعليم يمشوا في طريق واحده، ونشوفوا الحمد لله هذه الرؤيه الملكيه بدات تعطي نتائج. كنشوفوا مثلا دراسه ديال الرجاء البيضاوي، وتنشوفوا المنتخب المغربي شنو دار في قطر، وكنتشوفوا الاحتقاقات الجايه ديال كاس العالم 2030 وديال كاس افريقيا، وما شاء الله هادشي كاع اللي جاي. فهذه رؤيه، والحمد لله خص الشباب كله يندمج، وخص الشباب كله يكون متحد ويكون مورا هذه، وخص الشباب ان شاء الله لانهم المستقبل ديال البلاد. فالتعليم ما شاء الله الحمد لله كنشوفوا دابا مدارس كتنتج بحال دابا هذه المدرسه عندها 100% في نسبه النجاح في البكالوريا، فهذا شيء عظيم، شيء كبير. وان شاء الله نتمنوا لهاد الشباب ان نعطيهم واحد بعض الافكار، نعطيهم بسميتو باش انهم تما يمشوا للمستقبل، وواحد الطاقه ايجابيه باش انهم يكونوا ان شاء الله هما المستقبل اللي عول عليهم ان شاء الله البلاد، لان البلاد محتاجه لكل واحد، البلاد محتاجه لكل الطاقات، والبلاد محتاجه الناس بالخارج وبالداخل، ومحتاجه ديال المدرسه الخصوصيه والمدرسه العموميه باش نديروا يد في يد، لان العالم اليوم عنده تحديات كبيره، تحديات اقتصاديه، تحديات مناخيه، تحديات ديال المستقبل سميتو ديال الوجود. فاذا محتاجين اي حاجه، وان شاء الله المغرب راه غادي في الطريق الصحيح، لانه الانجازات وهذا الشيء كاع اللي تدار راه تبارك الله راه شي حاجه كبيره، وحنا تنشوفوها على الصعيد الدولي ان المغرب ان شاء الله تبارك الله بديت ياخذ المكانه ديالو. اختارنا الاسم ديال البشير بوخرواعه اللي هو مدير التكنولوجيا الحديثه في صندوق النقد الدولي. اول حاجه لتقريب الكفاءات المغربيه عبر العالم لهذ التلاميذ وهذا الجيل الصاعد، واعترافا بالمجهودات اللي كيقدموها المغاربه في جميع المؤسسات الدوليه والوطنيه، وباش نديروا واحد نقدموا للجيل الصاعد قدوات اللي في مجالات مختلفه ومجالات ثقافيه وعلميه. الحمد لله هذه كانت التجربه الاولى ديال اول فوز ديال البكالوريا، حققنا نسبة نجاح مهمة الحمد لله، مجموعة ديال التلاميذ حرزوا على البكالوريا ديالهم. كنتمنى ان المسار في السنوات القادمه يبقى بنفس التالق. هذا المسار ديال المسار رياضه ودراسه اللي انخرطت فيها اكاديميه فريق الرجاء البيضاوي، الاكاديميه اللي هي هبه ملكيه ومشروع ملكي، وحنا كمؤسسه جون جوراس انخرطنا باش ننجحوا هذا الورث الملكي. نتشرفوا بالحضور اليوم حفل تميز، حفل ديال تتويج شله من التلاميذ والتلميذات، هم اطر، هم كذلك مبدعين في المجال الرياضي، انهم كينتميو تلقاو التكوين ديالو في المدرسه ديال جون جوريس بشراكه مع الاكاديميه الجهويه، بشراكه مع الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء ستاس، وكذلك اكاديميه نادي الرجاء الرياضي في مسار رياضه ودراسه. اليوم كيتوجوا بشهاده البكالوريا، وهو حفل باش يتسلموا هاد الجوائز ديالهم بهذه المناسبه. هي مناسبه باش نتقدموا الشكر الجزيل لهذه المؤسسه على النجاح ديالها في هذا المسار ديال الرياضه ودراسه، ومناسبه كذلك باش نتقدموا الفعاليات ديال نادي الرجاء الرياضي على الانخراط ديالهم في هذا المجال ديال المسار الرياضه ودراسه، ومناسبه باش نتقدموا بكل تهاني الابطال ديالنا على التميز ديالهم الرياضي وكذلك التميز ديالهم في المسار الدراسي. نتمنوا صادقين على ان مثل هاد المسارات الرياضه ودراسه تكون كتخدم البلد ديالنا المقبل على تنظيم تظاهرات
عالميه اللي نتميزوا فيها في اطار تنظيم المونديال وكذلك الكاس افريقيا للامم في 2025 2026. وهي مناسبه كذلك باش نساهموا جميعا في تاهيل العنصر البشري بموازاه مع كافه العمليات التي تقوم بها بلادنا في اطار البنيه التحتيه لاستقبال هذين الحدثين الهامين. هي مناسبه كذلك باش نفتخروا بالمجهودات اللي كيبذلوها التلميذات والتلاميذ والاسر وكل التربويين من اطر اداريه وتربويه واكاديميه جهويه للتربيه والتكوين واطر ديال وزاره التربيه الوطنيه لاعداد هذا الجيل اللي قادر انه يرفع التحدي ديال التنظيم الجيد وكذلك رفع التحدي ديال التطور ديال المنظومه التربويه التي تشهد اقلاع متميز على مستوى تحسين مختلف مؤشرات المتطلبات.